بكل السعادة احتفلنا اليوم مع أصدقاء وإخوة من الوسط الرياضي في السلطنة بحضور ورشة عمل معهد جسور التابعة للجنة العليا للمشاريع والحرف في دولة قطر الشقيقة المسؤولة عن تنظيم كأس العالم 2022. ونحن سعداء كشركة سابكو للرياضة أن نكون شركاء لمعهد جسور في تسويق وتفعيل مناشطهم هنا في السلطنة استعدادا لكأس العالم 2022.